الكلمة لمعالي الوزير للرد على أسئلة السادة النواب. شكرا سيد الرئيس، شكرا السادة النواب المحترمون على الأسئلة القيمة. سابقا نبدأ ندخل في حديث الجواب على الأسئلة. اختار نثمن عاليا الهبة الكبيرة اللي قاموا بها السادة النواب ممثلين الجمعية الوطنية من أجل التضامن مع حكومتهم وفي وجه أي جهة تحاول أنها تمس ولا تضغط على موريتاني ولا الحكومة الموريتانية من أجل التنازل عن حقوقها الطبيعية في الدفاع عن اقتصادها الوطني وعن مصالحها الاقتصادية الوطنية. هذا نثمن عاليا، ثم كذلك تقدير على ما ورد على بعض النواب ما يتعلق بتثمين الوضعية اليمنية. وللآن قبل ندخل في موضوع الاختيار الآن نشير على موريتانيا تحولت من دبلوماسية جامدة وراكدة إلى دبلوماسية فوق نشطة، وصبحت الآن في أقل من أسبوع كان عندنا مؤتمرين، واعتبرنا ما نقدر نقول أن نموذج فقط وإنما هنا بل صنع القرار الأمني شبه المنطقة. وهذا كنت فخور نتكلم به باسم الحكومة، لأن الآن جايكم الآن جاي من آخر قمة، القمة الثانية اللي عدلت تعلق بالساحل حول الأمن والتنمية في دول الخمس، وسابق ذلك مسار نواكشوط اللي انطلق من نواكشوط واللي ارتبط عاصمتنا بهذا المسار ولا يتم لا يعود وجود في هذه الدول كامل ولا يتم ينعقد فيها بشكل تسلسلي، واللي انطلق من عندنا ولا يعود يحمل اسم. هذا دليل على، وكذلك شاكركم على تضامنكم مع القوات المسلحة في صدها العبر على حدودنا الجريمة العابرة لحدودنا، واللي كيف قلت هون قلت هون في المنبر على ان فخامة رئيس الجمهورية وضع استراتيجية أمنية تتكون من ثلاث محددات مكونات، الأولى هي جانب اقتصادي، لأن يعني لابد من الأمن، لابد داره من الاقتصاد، لابد داره من التنمية، ولابد أن يعود المواطنين يورجوا الوظائف بشكل متساوي، ولابد من فتح آفاق الأمال أمام الشباب وأمام النساء وأمام كافة المواطنين من حيث التشغيل، ولابد من وضع مناخ أمني وسياسي ديمقراطي فيه الحرية يمكن المواطنين يقدروا يعيشوا بسلام ويحسوا رأس المال الأجنبي كذلك عن طريق سن القوانين وعن طريق الجو الآمن والديمقراطي على موريتانيا. وكذلك لابد من حوار مع الفئات اللي فات تسرب لها الفكر المتطرف. والنقطة الأخيرة هي الدفاع بوسائل القوة عن طريق السلطات الأمنية والسلطات العسكرية اللي هي القوات المسلحة. إذا المقاربات الثلاثة نعتبروها نموذج اللي هي الآن بلدنا أصبح يطبقها من 5 سنوات، ونتيجة الآن مأموريتنا الثانية هو أصبحنا كي قلت أن عندنا الحمد لله شكله محور دولي في قيادة هذه الاستراتيجية الدولية في مجالنا. فيما يتعلق بسيد بعض النواب المتعلقة بالموضوع نختار ما دمت ما بعت من الموضوع نختار طرح التسهيلة وجملتها في جواب راجي ان شاء الله شامل. هو ما يتعلق بان اسباب قال بعض النواب ان اسباب رده الفعل اللي خلقت من الخارج ناتجه على مطالبه الحكومه باطلاق صراحه بعض المواطنين موقوفين من طرف القضاء، ان اسباب ان اختلالات اقتصاديه وعدم مساواه. نختار نذكر من موريتانيا كيف انها بدات تتكلم، موريتانيا الحكومه ما يقدر يعاب عليها لانها اختلالات تتعلق بالفئات ولا تتعلق بالنظره الشموليه المجتمعيه في تطبيق السياسات الاقتصاديه ولا الحقوقيه ولا السياسيه. دليل على ذلك على ان اهم جانبين، اهم جانب المؤسسي كيف ان خضنا من قانون دستوري توافقي للشعب الموريتاني بين الفئات السياسيه كامله سواء كانت اغلبيه ولا معارضه اكثريه المعارضه، وتخرجنا به طرحنا فيه حوار بدأ من 17 سبتمبر الى يوم 16 اكتوبر 2012، وخذنا به من خارطه طريق توافقيه دوناها بمراجعتنا لدستورنا، واهم شيء فيها هو اللي قال له تحريم الرق دستوريا، كانت هم قوانين
وكانت بالنسبه لنا خجوله. يقير لين جينا احنا وبغنا وعدلنا قانون دستوري، معناه نعاد عنده الصفه الاسمى للقوانين كي تعرف. هذا الجانب المؤسسي، بالاضافه لكافه القوانين الاخرى المصاحبه واللي تتعلق بالتمييز الايجابي لهذه الفئات واللي تنظر قاع للرق مفهومه الشمولي. الممارسات اليوم الرق عادت اكثر من نوع في العصر الحديث، لان فيها بعض فيها التشغيل اللي يعتبر ما وصاله، وفيها تشغيل الاطفال، وفيها غير ذلك. ونختار نقول هون على الحكومه، نسجل هون الحكومه الموريتانيه في هذا الاطار تعليمات فخامه رئيس الجمهوريه اعدت خارطه الطريق بالتشاور مع الامم المتحده اللي هي الراعيه لحقوق الانسان واللي مسؤوله عن تطبيقه عن طريق المنظمه الدوليه لحقوق الانسان، خارطه طريق تالف من 22 ماده. هذه الخريطه تبنتها الحكومه في مجلس الوزراء وشكلت لها لجنه وزاريه برئاسه معالي الوزير الاول وشرعت في تنفيذها، وكانت محل ثناء وتنويه من طرف الامم المتحده الراعيه لحقوق الانسان. ولكن الاساس شرعت الحكومه في هذه الخارطه الطريق اللي لا يجد فيها كل انواع الممارسات الحديثه للرق الموجوده في العالم على انها تجد لها طريقها الصحيح للتنفيذ. ونختار نقول على انه شكلت لجنه المتابعه، وممكن كل شهر ولا اثنين تجابر اللجنه الوزاريه المكلفه بالمتابعه برئاسه معالي الوزير الاول وتضع النتائج. الكل قطاع مسؤول عن ما يتعلق به، جانب يتعلق بجانب العقاري، والله يتعلق بجانب الحقوقي، والله جانب الاقتصادي، وصانب جانب الاجتماعي، وجانب التعليم والصحه الى غير ذلك. كافه القطاعات ممثله في هذه اللجنه وكلها مسؤوله عن جانب من هذه خارطه الطريق من اجل تنفيذه بشكل سريع وبشكل قوي. هذا نختار نذكر به الساده النواب، ونختار نقول الحكومه شرعت في هذا وبدات تنفذ. حتى الجانب التحسيسي على مستوى العلماء وعلى مستوى الفقهاء وعلى مستوى المدارس الى غير ذلك. اذا هذا نختار نقول على يرجع لفضل الحكومه ولهذا النظام في محو فوارق وممارسه كافه المخلفات وكذلك الممارسات الحديثه، ما يسمى الممارسات الحديثه على المستوى الدولي كما يسمى في القاموس الدولي الحديث. هذا ما يتعلق بهذا الجانب، معناه ما مبرر لاي شخص على انه يقدي يشقر على الحكومه ولا على النظام شيء في هذا المجال. يقول الحكومه معدلته كقناعه وكجزء من برنامجها في اطار تقويه البنى الاجتماعيه لبلدنا.